الراديو 90-90 هواها مصر. ايه رايكم كده نعمل وصفه سريعا ونرجع بعد كده لو في وقت ناخد شويه اسئله من على الفيسبوك. كريم عين تغذية وإصلاح المنطقة اللي تحت العين وكريمات العين لازم نستخدمها على طول صباحا ومساء. بنجيب 4 معالق كبار زيت جوز هند ونص معلقة كبيرة زيت فيتامين إي. أقول تاني، 4 معالق كبيرة زيت جوز هند ونص معلقة كبيرة زيت فيتامين إي. بنخلط الخلطة كويس قوي وبنستخدمها حوالين منطقة العين. ممكن نحطها في التلاجة بس لو جمدت نطلعها برا شوية، يعني هو الوصفة مش هتبوس أوكي، بس المفضل ان احنا نحطها جوه التلاجة. وعايز اقول لكم حاجة بالنسبة للزيوت والمنطقة اللي تحت العين، خلي بالكم بليز يا جماعة، في ناس مش بتيجي معها الزيوت خالص وفي ناس لو حسيتي بأي انتفاخ او اي حاجة ياريت تبطلي الوصفة على طول، لان بشرتنا كلها مش زي بعض.